مرحبا مواليد برج الحوت، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون شهر ايار مايو؟ شهر ايار مايو سنه 23 هو شهر جيد بالنسبه لكم. ماني شايفه سلبيات في هذا الشهر، غير انه في عنا كوكب زحل موجود ببرجكم نبتون، قولوا بعده موجود تعودتوا عليه، لكن زحل الموجود هو بتصور هو الحدث الاصعب نسبيا وعم تتكيفوا معه. كوكب زحل هلا بحكي عنه وبعطي تفاصيله. هذا الشهر مقسوم الى جزئين، الجزء الاول افضل من الجزء الثاني. الجزء الاول هو من تاريخ 1 لتاريخ 20. ليش افضل؟ لانه اريح، لانه ما في مربعات، بالعكس في عنا مسافة 60 درجة بين البرج برجكم والشمس الموجودة برج الثور. في دعم لكم من الشمس، في دعم لكم من اورانيوس الموجود هونيك، في عنا مساعدة لكم، في عنا قدرات هائلة بتتمتعوا فيها، أقوى من شهر نيسان أبريل. عندكم ثقافة أكبر بتبين، عندكم مهارات بتبين أكثر، عندكم قدرة على التعبير، قدرة على التحرك، الطاقات فكرية وجسدية نابعة من خبرة، وحتى بالفطرة ما حدا بيقدر يقول عنكم شيء لانه بيطلع معكم الجواب المناسب في الوقت المناسب، ما حدا بيقدر عليكم. هالقدرات الغير الاعتياديه بتبين اليوم، بتلاحظوها عند اولادكم، بدرسهم، بشغلكم، انتم حتى طريقه التعبير، طريقه الحكي، الطريقه اللي بتتنقلوا فيها، لانه في تنقلات كثيره. بتاريخ 5 في عنا قمر موجود، قمر مكتمل في برج العقرب. هيدا شيء جيد، لانه في برج مائي، فهذا دعم اضافي لكم، وبيكون هو هذا القمر المكتمل في برج العقرب من الايام الاكثر حظا، لكن فلكيا هو خسوف للقمر، فانتبهوا بجميع الاحوال، يلي عنده سفر او يلي عنده مشاريع عم بيحكي فيها او عم بيروج لها. عندنا في تاريخ 16 كوكب المشتري عم بينتقل من بيت المال لبيت الشغل، فهذا المشتري يلي كل 12 سنه بيزور بيت الشغل عندكم مره أو بيبقى سنة، قد يحمل لكم مبادرات مهمة مهنيا أو دراسيا، فحضروا حالكم لهذه التغييرات. في عنا بتاريخ 19 قمر جديد في برج الثور، تتشوفوا كيف عم تتطور الأمور، كأنه الحظ والفلك عم بيقلكم حان الوقت لحتى تشتغلوا. هالقمر الجديد في البيت الثالث عم بيقلكم حضروا حالكم في شغل جديد، درس جديد، في انتقال من مكان إلى آخر، مكان عمل، مكان مركز درس، مكان إقامة حتى، ليش لا؟ والمعاملات اللي عندكم إياها رح بتكون موجودة، مع احتمال أنه تسمعوا خبر كتير مهم. الأيام الأكثر حظاً إذا بتنقوها معناتها بتزبط معكم بشكل كتير هائل. بنروح للجزء الثاني يلي هو من تاريخ 21 ل 31، هون الشمس عم بتشكل مربع مع برجكم من البيت الرابع، من بيتكم، من عقر داركم، لكن لحسن الحظ في عنا المشتري موجود في البيت الثالث، عم بيسهل علاقاتكم بالشغل وايضا مع الاخوه والدرس وكل شيء. ف الجزء الثاني اللي هو اتعب من الجزء الاول بيحوي ايضا في عنا شويه ضغوط عائليه. الايام الاقل حظا من خلاله قد تسبب لكم وجعه راس وبتزعلكم او بتشكلكم نوع من فتره عدم تناغم مع احبائكم، فرجاء بعدوا عن الايام الاقل حظا لانها فتره متعبه وغير مناسبه، شو بدكم فيها ما لكم عليها، وبعدوا عنها لحتى انتم ما تقولوا يا ريت سمعنا من كارمن وبعدنا عن هذه المشاكل. لا يوجد قمر جديد هون، لا يوجد تأثيرات سلبية من لا من أورانيوس ولا من المشتري، بالعكس، ولا من بلوتو. المريخ بيعطي طاقات حلوة، بيعطيكم طاقات كتير كبيرة، لكن بقلكم انتبهوا، ما بدنا هالطاقات هيدي تسبب أخذ وعطى، تجاذبات أو خلافات مع العائلة. بما انه عم نحكي عن التاثيرات، خلونا نروح للتاثيرات الفلكيه من زحل. زحل بقول لكم انتبهوا، مواليد 24 ل 27 شباط فبراير، ونبتون بقول لكم بدكم ضلكم منتبهين، خليني اشوف الورقه، مواليد 16 17 و18 اذار مارس تحديدا، صحيح 16 17 و18 اذار مارس، هو لانه نبتون بطيء وبيضلوا موجود وقصته قعدته طويله مزعجه. خلونا نروح للايام الاكثر حظا. الايام الاكثر حظا وبعطيكم التوقيت هو توقيت عالمي، بتزيدوا عليه 3 ساعات بتاخذوا توقيت بيروت. تاريخ 4
من الايام، عم بلش بالايام الاكثر حظا، تاريخ 4 ابتداء من الساعه 2:30 بعد الظهر حتى تاريخ 6 الساعه 8 المساء. تاريخ ممتاز هو القمر موجود ببرجكم، تاريخ 13، تاريخ 14 حتى 15 الساعه 8 صباحا. يوم حلو تاريخ 22 23 24 حتى الساعه 2:30 بعد الظهر. وبس بنروح للايام الاقل حظا، تاريخ 1، تاريخ 6 ابتداء من الساعه 8 المساء حتى منتصف ليله 8. تاريخ فاشل من الحظوظ هو تاريخ 11 و12. تاريخ متعب تاريخ 19 ابتداء من الساعه 7. تاريخ 20 و21، تاريخ متعب انتبهوا منه 27 28 29 حتى الساعة 3 بعد الظهر. بدي أتمنى لكم شهر حلو، نلتقي مع الأبراج اليومية والأسبوعية للكثير من التفاصيل، ويمكن يكون في لي توقعات عالمية متفرقة خلال هذا الشهر. إلى اللقاء، باي باي.